تفتتح مباريات اليوم الخميس بلقاء يجمع المنتخب الدنماركي والأسترالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة والتي ستلعب في تمام الساعة 3 مساء بتوقيت مكة المكرمة. وكانت الدنمارك قد انتصرت على البيرو بهدف نظيف في الجولة الماضية. وفي المواجهة الثانية من لقاءات المجموعة الثالثة يلتقي المنتخب الفرنسي أمام منتخب البيرو، وذلك في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة. وقد تغلب المنتخب الفرنسي في أولى مواجهته بالمونديال على المنتخب الأسترالي بنتيجة 2-1. وتختتم مباريات اليوم الخميس بمباراة تجمع الأرجنتين وكرواتيا ضمن مباريات المجموعة الرابعة. وقد تعادلت الأرجنتين أمام أيسلندا 1-1، فيما تفوق المنتخب الكرواتي على منتخب نيجيريا بهدفين للا شيء.